ورطوه ترى اللي... ورطوه انتم يا جماعه. انا والله صدق انا مجهز موقف وانا صغير صراحه يعني. هو اللي يلا قولنا يلا الموقف وبعده جهزوا. انا كان طولي ولا ايش كان حاطين باركينج. انا تعلمت منك. لا لا انت خربت الشباب كذا. لا صدق لانه كلهم صاروا. انا قريت الفقره كانت عن مواقف الطفوله وكذا واليوم تكلمنا عن الطفوله. يعني كنت في ثاني ابتدائي. حلو حلو. وكان في مدرس اسمه ابراهيم مبرد الله يذكره بالخير. كان يدرسني القراءة والكتابة وكذا. حلو. فجيت عنده بعد شهر قلت لها ابغى انقل. تنقل من المدرسة ولا الفصل؟ من الفصل. من الفصل اكيد. قال لي يعني ليش تبي تنقل وكذا؟ يعني ما انسى اليوم هذاك حتى اني في البيت زعلان الا تنقلون من الفصل ذا، الاستاذ هذا ما ابغاه وكذا. شديد ها؟ ايه شوي. فجاء الاستاذ لا لا والله صدق، فجاء وجلسني في المكتب. قال شدتي عليك عشان تطلع متميز. ما تبغاني اشد عليك ما راح اشد عليك. لكني وظل يتكلم وظل ينصحني حتى انه وصلت انا وياه المرحلة انه قال لي والله انك اميز طالب عندي. يا سلام. فكانت الكلمة هذه صراحة غيرت اشياء كثيرة عندك. اي غيرت مفاهيم كثيرة عندي. فبديت من بعدها اشد حيلي بقوة. طبعا انا كنت اشد حيلي بس صرت اشد حيلي بقوة حتى اني يوم كل ما تميزت في شيء معين ارسل له رساله، حتى لو رقمه عندي كل ما طلع شيء مميز ارسلت له. يا سلام. قلت له وما انا الا بذره مما من البذرات اللي انت بذرتها فيها. يا سلام. اعطيكم موقف. اعطينا انت موقف. فيهم الشباب قاموا يتذكرون. انا اذكر موقف لي في ثاني ابتدائي، طبعا كنت ادرس في الدمام. مجاني ولا بفلوس الما؟ لا حاول ما تطور الفكره، الفكره صعبه. لازم لازم يصير طقم. اسلم. انا في ثاني ابتدائي والحال يعني مو معي العم ولا في الدمام تعرف. المهم جيت في الفسحات ناقشت مع واحد. ايوه. خبطته. لا يا خبطته بس. تعجب. بعدين ما هو خبط قوي. أيوة. هو صغير. هو صغير يخبط. امس كسر كتفي. طع طع. جيت قام يدي على البيت. على البيت يعني الهوشه برا. ايه. هذه مسمى على البيت. قلت طيب. طلع. طلع. واطلع يا الربع. يوم طلعت لقدامي تسعة. المو. تسعة. كان يوم ربوع. اخو مهرة. الربوع نهاية ايش؟ نهاية الدوام. ايه خميس اجازة كان. عطنا اخو مهرة. ما في خمر انا قال يلا. المهم اطلع الربع تسعه واللي صف انا ثاني ابتدائي اللي صف رابع. رابع هذا عندي واللي صف هذا رعب يمثلنا رعب. صف خامس واللي صف خوانه يا عمه كبار وناس اخويا. يوم شفت لح ولا قوه والبيت بعيد يعني ما اقدر افرك. قلت يا جماعه الخير. نعم. قلت الحين اليوم ربوع ليه ما نخلي الهوشه يوم السبت. يا سلام. يعجبني التكتيك. ممتاز. عاد كان وقتها الاجازه خميس وجمعه. ايه انا ابغى في الله الخميس جمعه. ايه قالوا لا الحين. قلت يا الربع خلوها يوم السبت. الحين انا والله اني ماني فاضي ماني مجهز لك ماني فاضي. بعدين برعان كنا قالوا خلاص يلا يوم السبت ونروح يوم السبت نور السلام واجيك والخميس وجمعه على على نار على حصان. ليتك مجنون. ليتك مجنون على نار. انا عندي فكر. المهم نجي يوم لا السبت. يوم السبت يوم جاء في الفسحه. الحين ما معي الا الفسحه. ايه جاء الفسحه اجمع ناس عيه ما حد يفزع. فجاه عند اللي تخابط معنا يا ضربنا. قلت خلنا نسامح هدنا. قال لا. قلت خلنا نسامح ترى بيفزعون لك بيجي بعد يومين بجلتك. المهم نجي نسوي انا وياه الحركه هذه حقت ايه حقت اللي كذا. سامحت انا وياه خلاص صح ولا كذا سامحني سامحك ما بصوت للحصصات انا. يوم طلعت برا امسكوني يرنوا. يعني ما فاد التكتيك. ما فاد يوم السبت. فقعدت الاحد والاثنين يجلدوني يا الربع غايب ما داوم. جلد ورعان بس في وقتها يعني كنت احس فيه الجلد. المهم بعدها بسنتين تقريبا ثلاث سنوات وتستمر الخوه بيننا الحمد لله للحين شكلها. لا الحين قطعت قطعت متوسط. وانا اقول امس كسر كتوفي اثاريه طلع حره الدبغ اللي زمان اصلا في اللعبه امس اضرب يمين يروح يسار امس طول امس وانا امسج كتوفي. لو تسمعون ما شاء الله ما شاء الله ضرب ابو ديا كذا طع طع. انا اسمع من عندي انا عارف الطريق. انا ودي اقول اي بس في خصم ترى لو قست طولك قبل اللعبه مختلف عن بعد اللعبه طولك. لا قال قال ولا صارت يقوله قال انتظر. اسمع اسامه نبي نسمع شيء. يلا سمعنا شيء يلا.